هوية بريس. شكرا هوية بريس تطرقها لهذا الموضوع هذا. في الحقيقة شفنا تصريحات الرئيس الحكومة حول أن العودة والمؤشرات للجنة العلمية حول هذا باش نرجعوا بواحد النقطة مهمة على كيفاش علاش شنو هو اللي ما تيخليش المواطن أنه المواطن مازال ما استوعاش داك الصعاب ويمكن راه مازال تيقبل اللي هي كورونا راه غير كذوب بالنسبة ليه. يعني حنا كنخرطنا كمواطنين كمجتمع مدني خرطنا في هذه عملية التحسيس، ولكن لابد خاصها تزيد ترفع من وتيرة عملية التحسيس، لأنه ملي تنقولوا عملية التحسيس ماشي فقط تتفرز عليه البابيض وكتقول له ديال التباعد ديال كذا. التحسيس هو تحسوا بخطورة ديال هذا المرض هذا، وخاصة أنه دابا حاليا ولا متحور، يعني مجموعة من المتحورات اللي انباثقت منه. لكن للأسف الظرفية البلاد عرفت واحد الكونفينمون اللي هو تقريبا عام، وحنا مازالين السنة الثانية الموسم الثاني على التوالي، والعالم كامل ماشي غير في المغرب خلى هذه الامور هذه مازال انها نشوفوا عدد الحالات كترتفع. لكن استبشرنا خيرا بعوده الحياه التدريجيه، لكن الاشكال ماشي هنا، الاشكال هو طريقه التدبير لهذا التدريج، لهذا فتح ديال التدريج ديال هذا الطريقه التدبير ديالها، لان الكل منخرط وكل معني ماشي غير فقط من الدوله، بل حتى المواطن حتى هو كان خصو يلتزم، حتى هو خصو يعرف ويتفهم باللي ان حمايته رهينه، وعلى الاقل تطبيق داك الاجراءات الوقائيه اللي هي بسيطه ما كتكلف حتى شي حاجه. لكن انا اليوم انا ضد مثلا العوده للحجر الصحي، علاش؟ لانه غيكلف الدوله غيكلفنا، ماشي الدوله كيكلفنا كاملين، لان العوده للحجر الصحي راه شيء مكلف جدا، وما بغيناش نعاودوا داك العاده الحجر الصحي ونعاودوا التكرار. لكن بغينا اننا البلاد نخرجوها من واحد مستوى، الحمد لله بلادنا غاديه بالفاكسيناسيون راه غاديه مزيان يعني الحمد لله، ولكن نزيدوا اكثر في مجهودات على ان المسؤولين يزيدوا يعاو يزيدوا كنقدروا المجهودات ديالهم، ولكن يزيدوا يعاو. لكن حتى المواطن انا هذا المنبر كناشدو حتى هو انه ينخرط في هذه العمليه ديال تكثيف الجهود من اجل محاربه هذا وباء كورونا. واخويا اش نقول لك، هذه الحاله هذه العامين هذه ما عمرنا شفنا بحالها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا شدوا لنا خويا راه ما عند المسكين المواطن المسكين ما عنده ما ياكل. دابا حنا عاد بدات كتحرك الأمور وكنصور واحد البركة، إلا وقع الشدان وهذه ما عند بنادم ما يدير، ما عند بنادم ما فين غتمشي، فين شنو غدير، شمن باب غدق. دابا غيقولوا لنا الله يرحم الوالدين هادشي هذا فين غاديين به هاد المسؤولين هادو. خصنا نتعاوطوا ونتفاهموا ونشوفوا شنو كاين ونديروا اللوازم، وكل واحد اللي في شي مجال يبقى فيه واللي في شي حاله يبقى فيها، وتكون الحراسه ما بيناتنا ونتعاونوا. حنا مواطنين خوت، مواطنين مغاربه زعما معروفين بالتضامن. ايوا هذا اللي علينا حنا اللي نظرك علاش الناس ما كيحترموش، يعني بحال اللي نساو ان الفيروس كاين. دابا هذيك عدم التوعيه ما بقاش، كانوا الناس كيدوروا كي هذا وكيرشدوا كي هذا، ما بقاش ديك الشيء. دابا كل واحد خاصو قراسو كل شيء، وكيقول انا يا راسي خويا. الوقت حاليا مزيان، ولان الناس اخي ما كيحترموش المسافه ديال الامن، باش علاش حاله كورونا كترتفع، ما كيديروش الكمامه، ما كتلقاش كتلقاهم مجموعه ما محترمينش المسافه ديال الامن بيناتهم. حاليا اخي تبدينا كنحسوا بواحد شويه ديال الطمانينه، ولان لا اله الا الله الناس ما كتحترمش. خويا كنطالبوا الدوله دير لنا حمله تحسيسيه وتعاويه للشعب، وكنطالب الشعب يحترم القانون الوقايه ويحترم الوقايه ويدير الكمامه، حيت الا مشات ترجع شي حاجه للصحه راه الطبقه الفقيره هي اللي تاكل الدق اي واحد. هوية بريس.